عقدنا مؤتمر كبير جدا لمناقشة وضع الإعلام المصري والتحديات اللي بيواجهها في المستقبل. كان في طبعا كل أساتذة الإعلام، أساتذة الجامعات ورؤساء القنوات وشخصيات إعلامية مرموقة على مدى 3 ساعات، فتحت كل القضايا المتعلقة بالإعلام. في البداية طبعا لا أحد ينكر أن الإعلام المصري في الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة وأصبح له ذراع طويلة في المنطقة العربية، وأصبح له كوادر إعلامية كبيرة منتشرة، وكل الوسائل الإعلامية في الدول العربية وفي الدول المحيطة بتستعين بالكوادر المصرية لإنشاء قنوات إخبارية وإنشاء مدن إعلامية وخلافه. وده أمر كانت المناقشة كيف نحافظ على، يعني مش عايز أقول ريادة إعلامية، ولكن كيف نحافظ على هذا النجاح الإعلامي في المستقبل. الحقيقة النهاردة كان لقاء متميز جدا، لأنه ده أول لقاء وأول مبادرة وأطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأنه هو يجمع ما بين، يسد الفجوة ما بين الجانب الأكاديمي العلمي وما بين الجانب المهني والممارسة المهنية وبين صناع الإعلام اللي هم ممارسين، اللي هم رؤساء القنوات ورؤساء المؤسسات الإعلامية. والحقيقة جمع كمان ما بين الإعلام الخاص والإعلام العام وما بين يعني الأكاديميين اللي هم بقى بيمارسوا بيأهلوا الطالب أو الخريج الإعلام وبيكونوه علميا وتدريبيا ونظريا. القضايا كانت كتيرة، بدأت بالتحديات اللي بيواجهها الإعلام حاليا في ظل الثورة التكنولوجية اللي احنا شايفينها، في ظل دخول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، في ظل كمان انتشار السوشيال ميديا طبعا وتأثيرها. فكانت في نقاط مهمة جدا تناولها اللقاء، أولا ما يتعلق ببرامج التوك شو وإزاي تنظيمها ذاتيا وإيه القواعد المفروض يكون فيها تلتزم بيها، والمذيع نفسه أو القائم بالاتصال نفسه إيه المعايير وإيه الضوابط المهنية المفروض تكون موجودة عنده، لأن دوره مهم جدا، لأن هو اللي بيؤثر في اتجاهات الناس وأفكارها ومعارفها. الحقيقة أنا تطرق الاجتماع إلى مجموعة هامة جدا من البرامج، الثلاث موضوعات: برامج حوارية، برامج رياضية، والإعلانات. واتفق على أنه في النهاية هيتم تنفيذ 3 مجموعات أيضا لتناقش هذه الموضوعات التي خرجنا منها، لأنه كل واحد أدلى بدلوه طبعا. فبالتالي عايزين بعض التوصيات الهامة التي تفيد الإعلام المصري بوجه عام. يعني تاريخ الاتصال بيقول إيه؟ أن مفيش وسيلة بتيجي تلغي وسيلة بعدها، ولكن التحدي اللي بيواجه الوسيلة الأقدم إنها إزاي تطور من دورها، تطور من أدائها وتقدر تكمل. لكن لو هي فضلت بتشتغل بنفس الطريقة اللي بعض من وظائفها قامت بيه أدوات جديدة أو وسائل جديدة، يبقى الناس هتلجأ لها ليه لو الوسائل دي أسهل؟ يعني لما، وبالتالي لازم يعني أنا أكون بطور من نفسي، ببدع، ببتكر، وإزاي إن أنا أستخدم التكنولوجيا الجديدة دي اللي جاية وأوجهها لمصلحتي.